Problem 6, first exam, June 2019, with a box of mass 5 kg is being pushed on a horizontal surface with a force of magnitude 40 N at an angle 30 degree below the horizontal, زي ما احنا شايفين في الرسم, as shown below. The coefficient of kinetic friction between the box and the surface is mu k equals 0.2. ملهاش units. Find the acceleration of the box. كالعادة نرسم الـ free body diagram للبلوك, نحط عليه كل القوة الموجودة عليه. عندنا force تتحلل الفورس والمنظر ده, الثيتا تنقل هنا بالتبادل, وبالتالي نقدر نحلل الفورس لإف كوساين 30 وفيرتيكالي داون وورد بإف ساين 30 ونشطب خلاص الإف. في عندنا ام جي لتحت والكابيتال احسن, وفي نورمال فورس لفوق, رد فعل السيرفس على البلوك, والحركة يمين لان الفورس بتعمل بوشنج يمين, يبقى الفريكشن عكس الحركة زي الزوجة بالظبط. اف ار اللي هو ميو في ان, كاتب ميو كي نكتب ميو كي, وده الكابيتال ام. لابد نطبق سيجما الاف واي عشان نجيب الان عشان نستخدمها في سيجما الاف اكس. هو مديني اكس وواي كاتجاهات على الرسم, اقول سيجما الاف واي ايكوالز زيرو لان البوكس ما بيطرش, ما فيش حركة في الاتجاه العمودي على الحركة, الحركة في اتجاه الاكس. N minus F sin 30 و minus capital M G equals 0. إذن ال N هيساوي ال F اللي هي 40 sin 30 plus ال M اللي هي 5 وال G 9.8 يديني 69 نيوتن. جبنا ال N نستخدمها في سيجما الاف اكس, اقول سيجما الاف اكس ايكوالز ام اي كقانون, نعوض بالكابيتال ام. اف كوساين 30 في الاتجاه الافقي يعكسها الميو كي في الان ايكوالز كابيتال ام في الاي. احنا عايزين الاي, الاف 40 كوساين 30 ماينس 0.2 ال n 69 equals الماس ب 5 الاكسلريشن ب a. اذا ال a نحسب ال left side بالآلة نقسمه على 5, الجواب 4.17 متر بير سكند سكوير. سؤال مباشر, جست عملنا ريزولفينج للفورس, حطينا كل القوة على البلوك في الفري بادي دايجرام, طبقنا معادلة الواي ومعادلة الاكس. الواي لما طبقها لما يكون في فريكشن عشان نجيب الان اللي هنستخدمها في سيجما الاف اكس, وجبنا الاكسلريشن ده اللي طالبه, مش طالب حاجة تانية. سؤال مباشر ولذيذ.